رشيده اه كريم هاي شوفوا يا روى هارو كريم رشيده يا حمزه واش يا حمزه واش ويا مصطفى الله اكبر واسمه بالقاسم مسكين الله اكبر ديرك جاي يسلك مسكين راح جاي يسلك راح احنا هو واش دير شهيد ربي يعلم الشهيد ولا لا بدو يشهيد الكوره بصح كيفاش راحوا يعوموا هادو في حال كيما هذا الذي ما فهمتهاش هذا البحر يقول البحر ياكل حاجه البحر يدي العوام يا محمد خويا البحر يدي العوام ما كانوش تحبوهم كاع الليل على كل حال راه يسلكونا بالربعة والميت ولي قتلك يا حمودي قتلك مين هذه هذه اوفيسير على الطريق فوالا الور ما يسلك هو ما تسلك انت يسلك يجي من الورا دائما يصحى ايوا ولا يقبضوا هكذا يخرج ويدي ولا ما كانش يعرف صوالح هذوك ما يسمعكش قدام على كل حال غير كروح هذو ما شاء الله يسيبوهم شحال واحد ميت شحال زوج زوج كل واحد وش راه يهضر ما فهمناش كل واحد وش راه يهضر راه هواوية هذه يا كراشات سبحان الله العظيم سبحان الله صحابه صحابه لا لا هذه رقم ماشي صحابه لا لا والله صحابه جاو عندنا في ديك راوية هذوك 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 هبط سلك زوج وساس كي جاي يسلكو وراح بالصوت وهذا مسكين يسلك هذا مسكين مع معه ما عندوش يد غلطو غلطو العباد كاع يقولوا دار لا بونجور يسلكهم مسكين واش حاب واحد وحده هو عنده يد مسكين منها مريض منها اضربوا له الرحمه اضربوا له الرحمه سلك زوج ارواح ماشي واحد اضربوا له الرحمه مسكين وصبر اهله جا صغير بعد البنتك عندهم يبغى بنتك هكا البنتك بعد البنتك بالقاسم انا قاعد رفوقه خاوتنا شاف خاوتي يموتوا لهنا هبط يسلكهم كان وحده هذا اش يقول لكم سبحان الله وحال كيما هذا يجي يعوموا فيه يا با واش خويا صافي كانوا شحال كانوا هما اللي كانوا يعوموا كانوا يعوموا ثلاثه ثلاثه ليا شيخ خوتنا هادو جماعة اللي غرقوا لنا هنا أنا علم باش يقولوا لنا خوتنا هادو الناس اللي كان يسلكهم أصحابهم البليد هادو هادو اللي يسلكوهم جاي يسلكهم البليد أربعة عندهم أكسون البليدة الله أكبر مانيش عارفين أنا مدبت في الحالة إيه ما هنا ما يدخلش هنا ما يدخلش أو لعبت المشاهد هذا الناس اللي عندهم أحصان زيرو هنا بالبليدة شكرا جاو يبحروا ما خلوش ماريو هنا اللي أحصان يجي يستخبوا هنا في بوارو هذا واش كاين شكرا ربي يجيب الخير ان شاء الله علاش موح علاش الحوز فيهم هنا الحوز فيهم تضر مية ويني وزير ما هبطوا من نحن طلعوا من فوق حال مهول كيمان هذا يا خوتي شكون هذا اللي يعوم هذا بالقاسم مسكين بالقاسم توتا راح سلك زوج وانت على تغرق معاه هذا وليد بو هارون ربي يجيب الخير ان شاء الله يا
طريق اسمه القلب والله. الله اكبر. لا اله الا الله. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم. حال كيما هذا شكون راح يسلك؟ العوام وحال يسلك. سلك زوج الثالث راح. راح معاه. مازال ما صابوش مازال. الله يجيب الخير ان شاء الله يا رب. والله في حال كيما هذا يرحم بابك. سبحان الله وبحمده. سي هما هنا هنا في البرد. ايه بصح هما ما يصيب ما 24 اور باش يبان الا غرق 24 اور. شحال راهم هما؟ هم زوج. راهم زوج ايه راهم هو سلك زوج الثالث الدامع. ايه باش يا ودي. لا لا يا ودي هاو كاش ما بقى له سبحان الله العظيم ما تهضروش وخلاص. ما تهضروش وخلاص. ان شاء الله. هرم هنا شوف شحال راس صاوي حلقا هرم هنا. محمد خويا واش راك؟ لاباس خويا. والله خوتي هذا مح هذا بلقاسم توته. سلك زوج من الناس. والثالث جاي سلكو شدوا الدامع كان شافهم يغرقوا هبط يجري باش يسلكهم سلك زوج والثالث الدامع دولوا بالرحمة ان شاء الله دولوا بالرحمة وصل حسي خوي الله اكبر هو الاب تاعو مسكين ثاني يا خوتي كي كل بحر مهول ربي يحفظكم ما تروحوش يا خوتي كي كل بحر مهول او العوام وما سلكش ان شاء الله يصيبهم في اقرب وقت ان شاء الله يا رب سبحان الله العظيم البحر هذا ولا يحصد في الارواح لا حول ولا قوه الا بالله مشكل ما صابوهمش
ربي يصبر خويا حسين ان شاء الله يا ربي يصبر ان شاء الله. والله غير صعيبه باش الاب يفقد الابن هكذا. جا مسكين من الخدمه بيك قبل البحر يحوس على وليد كما اي اب. انا لله وانا اليه راجعون. هذا حال تاعهم يا خوتي، هذا حال تاعهم، هذا حال تاعهم. راح شهيد على كل حال، سلك زوج رواح والثالث دامع. ما هوش حال تاعهم هذا يا خوتي. أرواح، اطلع محمد اطلع. جماعة عم بربيسة ايه باش الناس ما تنخلعش والا ان شاء الله وما قدر فعل. بالا كروة اريدك 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 محمد. جماعة منين هاودنا؟ هذو جماعة مخلوعين اخلي هذو بالبربيسة واحد متزاير ماشي ببليد اش مدخلوا اصحابيسة اكسودي هذو مبربيسة واحد لا في البوهران ولا في المربيس وزوج واحد ربعة واحد منهم صور صور هذا ياك طيب هذا كان معاهم او مخلوع مصر هذا وهذاك لا حول ولا قوة الا بالله. المربيسة هنايا صحاب بليده مساكين ايوا هذا من المربيسة وصحابهم الجزائر كانوا في الجزائر كلهم جماعة وهم مخلوعين ماشي فاهموا كاع الناس قالوا وصيتهم مال ايوا نجمع عن بربيجه وطلب التحف زي ما نفسي منها ولا اي والا ما يخلعوش هاد البريد هذا هذا اللي يتبعوا كاع فينا يقولوا مسلحوا لنا غير هذيك الناس باسكو عباك كل واحد وش راه يهضر والله غير هو راه اللي كانوا معاهم انا مخلوعين اللي كانوا معاهم هما اللي يهضروا قال لك من البربيجه شوف منين هضروا نوروهم اليوم نروحوا بالعين وين راهم وين راهم هذا شوف اه مليك محمد نحن نهضروا معاهم يا ودي يا محي يكونوا مخلوعين احبس فما اليمي ساكن شتي كيفاش؟ ثلاثة في الماء لا ماشي ثلاثة قلت ثلاثة صاحبهم انا حيت على هاي رحنا وصل على صاحبهم هيك ويعطينا الخبر الصحيح لا لا قال لي صاحبهم حضرت معاه انا قال لك ثلاثة؟ ايه ثلاثة قال لي زوج ولا ثلاثة لا حول ولا قوة الا بالله الله يسلمك خويا يا ودي واش يرحم بابك شوفوا هذا صاحبهم
خويا سلام تريسانكم، كنتوا معاهم انتوما اصحابكم؟ معك لاباش تاع بوهارو، ولاد بوهارو زينه. احكي لنا كيف صرا، واش حراهم في الماء؟ ما بعيدش حاجه، واحد مرمون هذا صاحبي. انا شتهم ما راحوا يسلكوا واحد الولد هذا صغير كان راح يغرق، راح يسلكوه هذا صاحبي اللي غرق دوكا. هيا باش يعاود يولي، رحت ليه انا باش نعاونوه حتى ما قدرتش دبلوش راح. راح هو بالقاسم هذا اللي من بوهار وين كان؟ ما عرفتوش، هو اللي راح سلك زوج لي دوم رضا. هذا صاحبك هذا كان كان صاحبك غرق. انتم منين خويا؟ انتم منين؟ مربيص. مربيصة عمر يعيطولهم ان شاء الله ما قدر افعل. ربي يجيب الخير. سلام تريساكم خويا، سلام تريساكم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الياس بالقرح، شوف الياس بالقرح، تعال جاز رح يكون. حضرت مع محمد فهموك هذا خلاص فهمني. كاين واحد في الماء والناس راهي تهضر ثلاثة أو زوج، واحد برك في الماء راهم هذاك وهذاك. ايه بالقاسم وصاحب هذاك. قوي لحسين ورا حسين. لا حول ولا قوة الا بالله. ما البربيصة مساكن باباك يهضر معايا مسكين وماشي مأمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وراء حسين من الساعة وباك والله ما يسهلة، ما قدرتش أنا، ما قدرتش حتى نخزر فيه مسكين. هذا باباه، هذا هو باباه، لو يشوف فينا واللي يعرفنا واش تعرفوا صبروا حلو. جميع بشمع يلحم عليه بالبحر ويخلي مواليه صلى الله يدعو لهم بالصبر والخراج. يدعو لهم بالرحمة على وش فيه رحيم اللي مشكلنا رحيم اللي يدعو لهم بالصبر والرحيمة. وهذا بالبحر هو والكبير تاعو الكبير معليش ذاك ربي يديها يا حسين. راجل هو راجل محمد يا حسين، راسل لك زوج ارواح البك عند ربي سبحانه وتعالى. واش بيك يا حسين خويا؟ الصبر خويا حسين، الصبر صبر خويا. كنت راجل امو جا عندي ورا وداني ورا يا امو وداني تاع عندي البور وداني ورا يا ابو حسين. هاد جو نهضر مع الناس. شوف حسين خوتي لو يشوف فينا حبابكم اضربوا له الرحمه، كل صغير والكبير تاعو بالدار كاع اللي يشوف فينا يضربوا له الرحمه ويصبر الاهل تاعو. هكذا خوتي كاع اللي يشوف فينا الله يجزيكم في ماليكم. هذه ماشي موت اكسيدون ولا ملموسه، هذه عيط لها موت يسلك الناس. راح مسكي سلك زوج والثالث دعوا بالرحمه خوتي، دعوا بالرحمه ربي يحفظك. سلك واحد باش لك امكم، هذا سلك زوج خلاص سيبو رحمه الله. اسمع خليكم مسكين ورا بيدو ماشي صحيح. ضحى بروحه، ضحى بروحه بجنة الناس هكذا. افرح بوليدك مزيان، ربي يعطيك الصبر ويقوي امو. ربي يعطيك الصبر، ربي يعطيك الصبر امو اللي بالدار. واعرة 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 محمد واعرة يا عم. الناس قاعد يشوفوا يصبروك واش كاين في الدنيا. لو كان يخليك تبكي عليه
شوف 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 سلك زوج من انقذ نفسه كانه وانقذ الناس جميعا. جميعا اوليدك هذا شوف شوف يسيدي على جال زوج سلك زوج قلت له قتلو انا ويدي نقول له شاهد ان شاء الله ايش لك كنت حاكم على الجنه ماشي خير هكذا معليش انا هو ربي ولا على بالي هو على كل حال سلك زوج الناس يعرفوا كاش هو اللي سلك خلاص سلك زوج يا ربي قال لك واحد واش كاين حكم الدنيا كامله انا ويدي ايه غيرني ايه ربي طاح وربي يدير سي بون جو تخرج جل جو والله اريد اراك الدار خلاص هذا ماشي عادة تاع انا بدا فيا تصبر امو ما تبكيلهاش في الطاح ودار فيك عمو امك ما تبكيلهاش هكذا يا ما شوف يا راجلك ويدك هذا قول على اللاعب كيف حسين كيف والله غير كيف خويا هو انقطع حد حسين الحمد لله يا ربي طه ربي تعال زيد ويدك فرحت بيه وزيد بالجمعة ربي حبه يا حسين والله غير ربي حبه والله اقسم بالله غير ربي حبه طلعوا جماعة طلعوا طلعوا راحوا هكذا إنا لله وإنا إليه راجعون وبالجمعة يا حسين بالجمعة راه بالجمعة على بالك وش يكتب عند ربي سبحانه والله العظيم يا خوتنا يا خوتنا الناس اللي تهبط للبحر في هذا الحال هذا خطيكم يا خوتي خطيكم
ها هو شنو يصرى خطيكم؟ الناس عوام الناس ثاني. واللي راح العوام؟ راهي تروح. هذا يا شاب الشهيد من الاستغناء هذا سنك زوج شو هذا اللي ماتوا في الفطورة هما ماتوا صار احنا عايشين في الفطورة تحت هذا هو مات سنك زوج سنك زوج يدعوا له يكملوا يدعوا له سوا عندهم امكانيات لا 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 قلت ورثت عليهم لا لا شوف هذيك تاع ورثنا ربي يرحمه دعوا له بالرحمة خوتي دعوا له بالرحمة هذا الأب تاعه اللهم حروف ادعوا له بالرحمة والأهل تاعه الصبر وتحبونا وتحبونا دع الصح وتحبونا دع الصح كل ما غيث الله يرحمك ويصبر أهلك أنا واش تقولوا هذا ماشي حاجة كبيرة عظم الله وجه هادي والله ما سهلة والله والله ما يسهل هنا اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن على وليده حسن على وليده قالوا الحي تبكي القلب هو الصح هذا سلك زوج وليده وانا وليدي زوغ بيه كما قلت ولا غير زوغ بيها لو كان قتلوا بالموسى غير بني وليدي هما نفراش هذا من الانتخاب هذا ربي يطهر لي شوف باين باين شوف هذا ربي يحبوا نهار شباب وفضل الجمعة وسلك زوج ان شاء الله لي خراب مليح يعرف مليح ما نعرفش مليح انا بني مليح ان شاء الله يكون اهل الجنة ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله من هذا يا خوتي خطيكم البحر خطيكم البحر خطيكم البحر في حال كمن هذا يا خوتي احنا نسكنوا عند الشط وكي نشوفوا هكذا ما نقربوش ليه ولا سفينة ولا سفينة تقدر ما تكون في حال كمن هذا ما بالك انسان بيديه ورجليه اي واحد كان في بلاصتو ينقص يبيكي يكذب عليك سبحان الله ربي يحفظك ربي يحفظك صاموتا كيما نادي اي واحد يتمناها اخويا الشهاده فاهم Thank you.
السواحل راهم هنايا. امين امين. مارين ديك البوستوندو جا هنا يعاوننا كي يضرب واحد البارود كاع يضرو ماشي قدامي انا يضرب بالبروزه خاطيني بالبروزه هذا خويا ومكمل معايا خلى البوستوندو تحت وجا هنا طبيعي احنا كامل جايين في بابا الحمد لله ماشي وحده ها قارب انا قارب هكذا جا درمية لي بومبي واقفة كاع الناس حنا البونجو نجيبو زعما كنديرو واش نديرو رئيس بلدية كاع الحاضرين هكذا ان شاء الله ربي يبارك فيك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نقولو الرحمة وهذا ان شاء الله يبانو ان شاء الله احنا يبانو مليح كي يبانو هيا الصح هذاك يا صنع ان شاء الله دير يا كارتوش انا واللي عنده كلمه شابه يرحم عليهم الشباب الشباب ربي يرحم العين تاعو الصبر والرحمه انا وسحقوا انا وسحقوا الخوت ربي يرحمهم ويسع عليهم ان شاء الله البحر يدي العوام كريم خويا ان شاء الله يبانوا يا ربي ان شاء الله يبانوا ربي يصبر اهلهم ان شاء الله يا ربي سيد احمد خويا لا حول ولا قوة إلا بالله لهم بالرحمة خاوتي على باليش كان يريش هذا كان يعيط
ايها ايها سبحان الله العظيم. حاجه احنا فوق في نمليه ساشي حاجه هذا باش كان يعيط ما كانش وخلاص اي حاجه برا عليك احلى زبل هذا دخل زبل والله اي بان بلاد من الله شنو عيط تقول عيط راسها مو ما تليفون ومدى يكون عنده تليفون اش مداش تليفون هذا حتى فلوكا ما تقدر تنافيكي في البحر هذا حتى فلوكا ما تقدر تنافيكي ما تقدرش حتى فلوكا يرحم بابك فلوكا ما تنافيكيش بنادم يروح يعوم في حال كيما هذا منا موحال يدخل ما كاش اللي يقدر يدخل منا ما كاش واش نعم خويا واش راي يزيد الحال الحال راي يزيد الحمد لله
ضربك خدمه لحمي حتى لي هنايا. ربي يرحمهم ويوسع عليهم، دعوا لهم بالرحمه خوتي. حال كيما هذا يا خوتي، ولا فلوكه تقدر تنافيكي هنايا، اللي يجي ينقلب. ايه كرام ليك ليك لي باك، شوف راه يزيد، شوف راه يزيد الحال. فريد اسمه بالقاسم توتا، وليد حسين توتا مسكين، كانوا ثلاثة يغرقوا، سلك زوج وثلاثة دا معه، ثلاثة غرقوا معه، سبحان الله العظيم وبحمده، ربي يرحمه ويوسع عليه إن شاء الله يا رب. والله غير شيء مؤسف، صح شيء مؤسف حقيقة. ممكن يبانوا في اي لحظه، يبانوا يرميهم الماء، يرميهم البحر. بربيصة 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 مسكن. جو فامي ولا؟ لا لا جو هما ديجا مساغر مساكن، جو قصارين تاع زينة الناس بربيصة كامل. شوف الله وجهك، سبحان الله سبحان الله وبحمده، ما تدريش. وهذا بالقاسم ربي حبه يا كريم خويا، سلك زوج والثالث داها معاه، ربي كتب له موتة كيما هذه، والناس قاعدة تتمناها. احنا كاع نموتوا بصح، نتمناو موتة كيما هذه بالجمعة، وتسلك زوج روا، من أنقذ نفسك كأنه أنقذ الناس جميعا. سبحان الله، ربي يرحمه ويوسع عليه، ربي يرحمهم في زوج إن شاء الله. أنا وشاني نتمنى ما خرجوش من هنا. هنا كريم، أنا بصح
مشكل صرات مع واحد غرق غرق صابو هنايا الحال بحال كيما هذا يقيس يقيس وشنو مع الحشيش والله لقى باش يبان سبحان الله طاح في نهار تاع مفيطه سبحان الله العظيم هذا ما عرفوه هنا يقعد باش يغلقوا يغلط الناس واش بها ذا هبل مفيطة حراس حراس واحد ديك لارا والبارح بلي كاين مفيطة وحنا على بالنا قفلت مفيطة وضح على قال من مفيطة ما خرجوش ما خرجوش ما كانش اللي خرج سبحان الله العظيم وباينة كيفاش هو يجي يغلط الناس ويقول لهم بحر كان ما انا هذه ما فهمتهاش ربي يهديه والله غير ربي يهديه ان شاء الله كنت نشوف الفيديو الصباح انخلعت فيه كنت الحر وخايف 50 البارية وبقى جابر يعني سقسي سقسي شاور منها كل شي حاجة تهبل عليها لا لا ما نغلطوش الناس انا نجي ندير فيديو قول لهم مرحبا بكم البحر راه كالم راه من نار من نار الناس با ما نقولهمش مرحبا بكم قول لهم البحر نوري لهم البحر حاله البحر راه كالم الناس تجي ربي يهدي مخلق ايوا ايوا هذه هي يزيد راح يلعب يزيد الحال اليوم يزيد مزيد عمي الحاج صراحة صراحة عام عام وقت المرة هكا ليش فيت عمي الحاج درع لي صح هنا صابو هنا يعني راه هنا لا لا راه والله يا عمي الحاج راه راه في البسر راهم في زوج هنا في البسر والله يا صح على بالي بلي ما سمعتوش وانا ابنه على بالنا بصح الله الحمد لله يا رب هذا ولا ما يزيد انا عارفه ربي يكتب له ربي يكتب له موته كما هذه ما حسين ما ما تتهزا حتى وطاحت ربي يكتب له موته كما هذه في الجمعه افرح يا حسين افرح يا خويا زين
شوف سبحان الله العظيم، سبحان جيراني سبحان الله العظيم، شهر من بعد سبحان الله. هذه والله غير لا كاين اللي يعرفوا هادو ديجا مصغار، هادو مصغار لا لا يعرفوا الناس كبار يعرفوا. اي واحد حسين انت والله كيما نعرفك لو كان شفتهم انت كنت تبيك انتايا والله العلي العظيم. جاري بالقاسم هو بابا ودسر وش عمل مرة بالقاسم اي حاجة هو الاول اقبام المرحوم اي حاجة هو الاول ربي يرحمه. دعو له بالرحمة يا اخوتي، دعو له بالرحمة، دعو لهم بالرحمة اوليد الدار يا اخوي موش براني وانا دا يقول لك عائلة واحدة. والله غير شيء مؤسف. يزيد الله يبانوا في أي لحظة إن شاء الله يا رب. Thank you.
في الساعة ساعة ونص هكذا اللي ما بانوا شوية ساعة ونص عندهم ساعة ونص الحال ما هو الكيمان هذا يا خوتنا يا خوتنا ربي يحفظكم يبيتوا البحر جينا هي حال الشط اللي مكسر وكيف صح ما شبي كيف يحال الكيمان هذا محال ولا نروح للانتحار يا بلقاسم لا لا يا كراني نقول لك وليد حسين توتا واللي معاه اللي معاه مطربيصة اللي سلف يا راح صح كله صح شكون صافي ليش لكم جو مالي مديدوهم ايه بصح هضرت مع واحد فيهم الساعه اللي كانوا مع لا يمين قال لك ثلاثة يا ودي لا لا زوج كاين زوج سلكهم هذا بالقاسم والثالث تشبك فيه هدا معه هذا حسين حسين وليد حسين وهذا الثالث والله كوبتر مجيد اي جايه ان شاء الله راه عيطوا ان شاء الله حاج Thank you.
أنا نستناو خوتي ممكن يظهروا في أي لحظة، لأنه البحر مخلوض صعيب باش تلقاهم، ممكن يقيسهم البحر. الله يرحمهم يصبر أهلهم إن شاء الله يا رب. يجيب الخير إن شاء الله. هذه هي صافي دروك. من بعد واش يديروا؟ كي يديروا لا ديستونس نتاع وين افونسا واش يديروا؟ يزيدوا يربحوا المسافه تاع الوقت هذيك. شحال عندهم ساعه؟ عندهم نص ساعه ونص. ساعه ونص يروحوا من الجهه اللي من تكون كرو شرقيه راهي من فما ويجوا يديروا امبالياج كيفاه يديروا؟ من الغد يجوا لهنايا يسبقوا الاحداث. يبداو من الغد ويجوا لهنايا ماشي بالمغرب. فوالا سوا مشي بحسابات. انا دايرو داير النيميرو في بلاباج تاعي. ايه ما على باليش. عيط قلت والله غير نجيب طاكسي ونلحق لليا السلطه. ماجي اسمع فهموا بالواقع ذا فهم. يديروا انبويه حمراء ويربطوا فيها من تحت الحجره. فهمني بالخير يربطوها ويقيسوا لها ديستونس هذه قيسوا ويشوفوا وين راهي رايحه لابوي. ومن بعد يديروا امبالياج في الجهه اللي قدام ويجوا لهنايا يسبقوا. هم هنا على باب اللي رمح باسكو صرات نفس الكورون اللي كانت تاع عوام اللي فاتوا غرق واحد. كيدير لها الخيط لها حاجه من تحت قيسها. حنا برا رانا نخدموا هكذا حسب دوبل فون تحت ثاني وراه يبسكوا عليها في غرق واحد باسكو غرقوا ما كاش ماشي سير لا سير باس. هما ما مسير لا سير باس هما راه من تحت. وعلى ربي ان شاء الله ما يكون فيه شر ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ما كان سبحان الله حال كيما هذا ما يقدر يخرج حتى واحد ما يقدر يزغل هذيك باش تشوف الدير في فوق ان شاء الله يا رب. ان شاء الله قالوا لي فورون
شرقيه. انا تنسمعت كورون شرقيه باش ما تقدرش تعرف كورون هكذا حتى اللي يكون يعوم هو اللي لا تقدر تعرف باش تشوف عليه تجي في السيستم دو بالياج فوالا بالي على بوز انت تربح اني فاهم يعني فاهم تربح ديك لا ديستونس كل يوم مثلا زعما راك تخمم تمشي حسابات فوالا تقيس ديك لابوي من الغد من الله سيرفاس راك تشوف فيها فوالا قال اسمع من تحت راك دير عفسه من تحت ثقيله على حساب شو نيدريم والخيط من فوق راك تشوف راهي رايحه قال الغد انا نربح 2 نربح 2 نروح نجي لي من غاديكا وندير امبالياج وانا ربي ربي هو اللي سبحان 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 الله العظيم سبحان الله سبحان الله لازم تيمولي له سبحان الله صعيبه والله غير صعيبه صعيبه ايوا الو بيكا وين كاين بيكا هكذا ملكه شرقيه درج هكذا قسم كورونا بيكا وبيكا بزاف خاوتنا من بعد نعاود نوافيكم بجديد ابقوا معنا جوست طاح لي التليفون ما لاباس اللي ما جبتهاش معايا من بعد ان شاء الله دولهم بالرحمه هذا ما كان